توما برضه بيعجبني جدا. ليه؟ انا لو مطرح توما وشكيت هتكسف اقول، بصراحة هتكسف اقول. ليه؟ ما هو مش معقول كلهم العشرة بيقولوا لي قام وشفناه، انا كان هيجي لي صغر نفسي على طول، هقول يبقى هو زعلان مني ومش راضي يظهر لي، كمان ظهر ليهم كلهم الا انا. وحتى لو بيضحكوا عليا مش هقدر اقول، هيبقى شكلي وحش قوي ان انا افضل اقول مش مصدق، هيبقى شكلي وحش، كنت هخاف على شكلي. توما ما خافش على شكله، توما في حته طفوله بسيطه، مش مصدق. عيب؟ طيب ده انت رسول، انت عملت معجزات، ده احنا اخواتك 3 سنين وعمرنا ما كدبنا عليك، عيب عليك. ايوه بس انا مش مصدق. اعمل ايه طيب؟ اللي جوايا كده مش قادر اصدق، وهقولها زي ما هي كده. تبصوا لي من فوق لتحت، انا مالي؟ انا مش مصدق. وبسبب هذه الطفولة جاله المسيح مخصوص وقال له تعالى حبيبي حط صبعك، بس ما مش هسيبك مش مصدق. لان دي نوع من البراءة والتلقائية، انه عبر عن اللي جواه خلاص. الطفل هو الوحيد اللي يجي يقول انا زعلان، الكبير يتكسف يقول او يستكتر يقول انا زعلان. تلاقيه مكشر ومقلضم، تقول له زعلان ليه؟ يقول لك مفيش حاجة. يا سلام، مفيش حاجة ازاي؟ الطفل بقى الصغير مش مكلضم ولا مكشر، بس يجي يدخل يقول لك زعلان، وتحايله بكلمة يصفى. طب ما تروح تقول انا زعلان يا رب وخلاص، ما تقول اللي جوه على طول. عشان ترجع تبقى طفل لا تبالغ في الاهتمام برأي الناس. انا بقول اكتشف الطفل اللي فيك. طبعا دي درجات مختلفة، في ناس منكم اقرب للاطفال في كده، فعلا بيعمل اللي عاوزه او اللي جواه ومش فارق معاه الناس تزعل ما تزعلش. لكن احنا في زمن نظرات الناس معذبانه وقلقانه وسجنانه حبسانه كده، طول الوقت ببص بفكر بصين لي ازاي، شكل ايه، باكل ازاي، بتكلم ازاي، مبهدل ولا مش مبهدل. الطفل يدخل عريان وسطينا مش واخد باله، مش مسألة مبهدل بقى، ما عندوش مشكلة لانه طفل.